فيسحب المؤمن يأتي بها في اليوم دائما دائما 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في أول النهار أو في أثناء النهار حسب التيسير، لكن إذا قالها في أول النهار يكون أفضل، يكون تكون له عدل 10 رقاب يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. هذا فضل عظيم أرجو من كل مسلم محافظ عليه.